طبعا أبناء الكويت نجوم زاهرة في مجال الإبداع في مختلف المجالات. اليوم مشاهدينا راح نلتقي مع واحدة من المبدعات في مجال البحث العلمي، حيث حازت المهندسة هدى الجبلي على أو من مركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية على جائزة أفضل ورقة علمية لمشروع بحثة بعنوان الاختبار التجريبي لفصل الأملاح بالتجميد من المحلول الملحي عالي التركيز. هذا اسم طبعا الورقة العلمية، وذلك في مؤتمر 19 الهندسي العالمي لأعمال الهندسية المدنية لعام 2017 المقام في مدينة برشلونة في إسبانيا، وذلك لمشروع فصل الأملاح عن المحلول الملحي عالي التركيز بواسطة التثليج الانصهاري. إذن مشاهدي الكرام، طبعا حاليا يسعدنا أن تكون معنا في الاستوديو المهندسة هدى الجبلي من مركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية. حياك الله، بداية مبارك لك هذا المشروع. الله يبارك. كيف تقدمت، يعني خلينا نتكلم شلون تقدمت للمنافسة على جائزة المؤتمر العالمي للهندسة، وعارفيننا على هذا المؤتمر لو تكرمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأول أشكركم على الاستضافة في البرنامج، اتاحت لي الفرصة أني أتكلم عن الجائزة العلمية. قدمت في مؤتمر برشلونة في 25-26 في أسبانيا، من بين 118 دولة عالمية تقريبا. كان من خلالها تقديم منشورات علمية وملصقات علمية، ومن فضل الله الحمد لله حصلت على الجائزة الأولى في المؤتمر للتميز وللتقديم، بحيث أن لقوا لجنة التحكيم أن المادة العلمية ذات قيمة علمية تفيد تخدم البلد وتخدم الدول المتطورة. بشرية بشكل عام، يعني نتكلم النقطة المهمة اللي نبي نوضحها حق المشاهدين، واللي أنا يمكن تلخبط كذا مرة وأنا قاعدة أقولها، نشرح حق المشاهدين معنى الاختبار التجريبي لفصل الأملاح بالتجميد من المحلول الملحي عالي التركيز. أبي نشرح حق المشاهدين شنو هالكلام اللي أنا قلته. هو المسمى. أي المسمى يعني روحة بلوى. هو لأن بالإنجليزي إحنا عادة الريسيرش اللي نسويه باللغة الإنجليزية، فلما نترجمه لازم تحسونه شوية معقد. صح. هي إن جنرال إحنا من موارد المياه، من مركز موارد المياه، نقوم في عملية التحلية اللي هي نقي المياه اللي فيها ملوثات عالية. الورقة العلمية هذه تخصصت في تحلية المياه ذات التراكيز الملحية العالية. أوكي. يعني نتكلم عن 250 ألف بارت بير مليون، جزء من المليون، يعني أعلى من ملوحة ماء البحر. فالاختبار اللي أنا سويته، التقنية اللي أنا استخدمتها تقنية التجميد أو التثليج، إن نرفع درجات الحرارة لدرجة تحت الماينس 80، تحت 80%، تحت 80 سلسيوس، وتم تثليج المياه عالية الملوحة، تنفصل بين ماء عالي الملوحة وبين بين ماء عالي الملوحة وبين ثلج، طبقة كبيرة من الثلج تكون نقية. ولقيت إن النتائج يعني الحمد لله مشجعة، بنسبة 80% الماء يكون عندي نقي اللي يطلع عندي، بنسبة 31% يطلع عندي برودكت اللي هي المياه الناتجة. يعني قبل كانوا شو يقولون، يعني إذا عندنا ثلج يذوب بسرعة يحطوا عليه من الخشن فيذوب بسرعة، سبحان الله. وأيضا يمكن المهندسة هدى الجبلي يمكن ما أدري من جبت الفكرة، بس أنا حتى توها سبحان الله طرت علي. يعني المحيطات اللي لاقيها في الأقطاب الشمالية، المحيطات اللي تتجمد، لو تلاحظ هو الماء ملحي اللي فيها. أوكي. عدل؟ صح. فنلاقي طبقه من الايس لايرز على التوب اوف ات. هذه هي اصلا اساسا الفكره موجوده في الطبيعه، ولكن انا دخلت عليها عده فاكتورز، عده عوامل، وطورت من الفكره نفسها ورفعت درجات الملوحه. لقيت انها تخدم المنشات الصناعيه، تخدم محطات التحليه، لان نلاقي صعوبه كبيره وندفع مبالغ باهظه لتنقيه هذه المياه. طيب انت الحين عقب ما وصلت لهذه التجربه والنجاح اللي وصلتي له، احنا عندنا هل في الكويت في اماكن فيها هذه نسبه الملوحه العاليه؟ نعم، مثل ما ذكرت لك ان طالما عندنا مصانع ومنشات صناعيه، وطالما عندنا محطات مياه تنوجد هذه الاشياء، والقطاعات النفطيه تنوجد الملوحه العاليه اللي هي اكثر من 250 بارت بير مليون. فلابد انه يصير في ووتر ريجكشن،
اللي هي المياه عالية التراكيز في الملوحة، فبالتالي تحتاج إلى تنقية وتصفية. جميل. طيب خلينا نتكلم عن الفائدة العملية من الورقة العلمية. واجد اليوم المادة العلمية جدا يعني أنا الحين قاعد أحاول أتخيل شلون قاعد يصير التركيبة نفسها، ويمكن لو في عندنا مادة تبين شلون تسوي هذه، لو في عندكم تقرير أتوقع تبين شلون يسوون هذه الشيء عملي. الحين براسي أبي أروح أسوي سيرش بعد شوية على الإنترنت أبي أعرف شلون ممكن تكون النتيجة، شلون نشوف الفرق بين المياه مثل ما قلتي عالية الملوحة والمياه النقية مثل ما تفضل. إذن فائدة هذه الورقة في الكويت بشكل عام وبالعالم، يعني شلون ممكن تفيد هدى للتملي وشلون ممكن تفيد العالم؟ هو احنا حاليا في مركز ابحاث المياه في طور البحث، يعني البحث جاري حاليا عندنا على اساس انه نطور من الريسيرش نفسه. وعالميا مثل ما نلاحظ ان دولة الكويت عندها شح في المواد في المياه العذبة، ونعاني اصلا من استهلاك المياه بشكل كبير. فوجود مثل هذا النوع من الريسيرش او البروبوزل يخدم في انه يوفر علينا طريقه التحليه باهظه الثمن، ويوفر علينا البروسيس اللونج بروسيس ذات وي ار يوزن. فعالميا لقوا ان نوع هذا من الريسيرش الدراسات تخدم البلد، لان غالبا المؤتمرات المياه من أكبر المؤتمرات اللي تعاني شح مياه، تلوثات مياه. فكل ما زاد عندي أنا تقدم وتمدن عالميا تزيد استهلاك المياه وتلوثها أيضا يزيد. طيب أستاذة هدى، هل هذه الفكرة يتلج من نفسك أنت يعني فكرتي فيها، أم هل استوحيتيها من إذا نبي نقول من 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 ريسيرش ثانية أو من فكرة ثانية شفتيها علمية؟ خلي الطبيعة، إحنا قلنا الطبيعة كانت هي اللي يمكن الإلهام الأول، نأخذها من باب الريسيرش، من باب الأبحاث. هل هناك من يعني اقتدتي فيهم أو حسيتي إن هم ممكن نحن نستفيد من تجاربهم في تطبيق مثل هذه النظرية؟ نعم، هو طريقة التجميد مثل ما ذكرت لك تعتبر تكنيك مختلف عن الطرق الثانية في تحلية المياه بالكويت. نعم. أوكي. وهي عالميا في طور الدراسة، يعني هي ما نفذت، هي في طور الدراسة، في عليها وايد بيبرز أوراق علمية منشورة، ولكن في تكنيك مختلف. يعني أنا طورت من التكنيك اللي استخدمته في المؤتمر، وهو ما زال الدراسات والتطور جارية في يعني في تطويرها، ولكن لم تنفذ بعد. طيب بما أنك أنت إحدى المبدعات الكويتيات وحصلتي على الجائزة هذه وهذا المشروع وجائزة أفضل ورقة علمية لهذا المشروع، أعتقد أن بما أنت تكلمت أن يستخدم مشروعك هذا في الأماكن اللي مثلا تكون مثل ما قلنا نقول محطات تكرير المياه على سبيل المثال، وإحنا عندنا كثير من المصانع أغلبها موجودة على البحر، يعني هل تم يعني استدعائك وجلوس معك لعمل هذا المشروع أم إلى الآن؟ إلى الآن ماكو شيء، لأن أنا توني خذيت الجائزة، ولكن في مساهمات مع عدة جهات مثل وزارة الكهرباء والماء في مشاريع قائمة، والقطاع النفطي أيضا أوجه لهم شكر وتحية دعمهم المستمر معنا في الدراسات البحثية. ويعني ما زلنا في طور الدراسات البحثية يعني جارية. نعم إن شاء الله. طيب أستاذة هدى، النصائح اللي ممكن تعطينا حق عيال الكويت اللي حابين بشكل عام يدشون هذا المجال، وإذا يمكن نوجه هذه النصائح للفتيات بشكل خاص عشان يشجعهم على يعني إن دامنا إن عندنا نموذج الشباب الشباب بس يعني خلينا نخص الفتيات. ما يئسون من قدراتهم، ويحاولون دائما ان اذا جت لهم فكره معينه يحاولون ان يطورونها. يعني احنا في معهد الابحاث يعطونا مجال كبير في البحث والريسيرش، يفتحوا لنا مجال واسع، يفتحوا لنا المختبرات، تقدر تطور من نفسك بنفسك، يو دو يور اون ريسيرش. وعندنا الحمد لله ناس متخصصه دائما يشجعونا. ممتاز، فهذا يعني شيء حلو، هذا اللي هو عطاني الحافز اني استمر في الريسيرش فتره من سنتين الى 3 سنين لحد ما وصلت لفكرتها. يعطيكم العافيه. الله يعافيك.
إذا المهندسة هدى الجبيلي من مركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية، شكرا جزيلا لك. ومن هلا على إن شاء الله، والله يوفقك إن شاء الله. إذا ما زلنا متواصلين وياكم مشاهدي الكرام في فقرات برنامج العالم هذا الصباح، حيث